عملية تنسيق أسبوع قطر الاستدامة. شكرا جزيلا لحضوركم. شكرا لإعادة الفرصة لسمين المشاريع اللي بتعمل في الاستدامة. I am more and more inspired by the tremendous effort. افتتاح الدوحة فيستيفال سيتي. بشكرك. احنا بنركز على الاستدامة كأسلوب حياة، فبالتالي بنترك للشركاء الحرية باختيار الشيء اللي او الفكرة اللي هم حابين يركزوا عليها، لانه احنا بنتواصل مع المجتمع بشكل عام عن طريق المؤسسات، والمؤسسة بتقرر ايش ممكن تعمل، مبادرة، فعالية او نشاط لجمهورها في المواضيع اللي بتهمها. فأهم شيء هاي السنة انه احنا عندنا دائما وابدا، وهاي السنة كمان اكثر، شركاء اجداد، سواء من مؤسسات حكومية، شركات خاصة، مدارس، حابين يشاركوا معنا بالأسبوع، وسجلوا فعالياتهم على الموقع. مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى مبادرة الاستدامة في جميع مرحبا بكم، وأنا أعرف سرولي أن أكون معكم اليوم. من خلال هذا الأسبوع نقيم العديد من الفعاليات، تقريبا 9 فعاليات رياضية هذا الأسبوع نقيمها، تأكيدا على دور الوزارة والاتحاد في استدامة الفعاليات الرياضية. وأيضا لا يخفى عليكم دور وزارة الرياضة والشباب من خلال أذرعها ومنشآتها الرياضية، أنها صديقة للبيئة ومستدامة بإذن الله. احنا حابين ان يكون في نسبة وعي من خلال الممارسات الاستدامة المختلفة، فأكدنا مع مركز إرثنا ان يكون في تدريب مختص للمراكز الشبابية والاتحاد الرياضة الجميع وللأجهزة الشبابية في الأندية، ان يكونون واعيين بتصميم وتنفيذ المبادرات الاستدامة المختلفة وكيفية تفعيل الشباب وفعلا إدماجهم في التخطيط والتنفيذ لمشاريع الاستدامة. تواجدنا اليوم لإطلاق مبادرة الجزيرة الخضراء، هذه مبادرة مؤسسة قطر لدعم جهود الدولة في مجال الاستدامة البيئية. المشروع عبارة عن شقين، الشق الأول لتمكين أفراد المجتمع من إعادة التدوير، الشق الثاني هو ربما الأقوى وهو توعوي وتعليمي. فعدد من الشركات ساهمت في إنشاء محطات، وكل محطة تتكلم على محور من المحاور للاستدامة في البلد، بحيث أن الزائر يكتشف أن قطر عندها نشاطات قوية في الموضوع الاستدامة.